الحمد لله الوقيته اللي كنت في اسفي كان هو كادي ديك الساعات. الحمد لله انا بالنسبه لي احسن مهاجم، احسن من مهاجم ومن احسن المهاجمين اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب. عنده تقنيات عاليه بعدا هو باش تكون مهاجم وتكون عندك داك المستوى التقني راه ماشي سهله، وتكون هداف راه خص تكون ذكي. اولا تقدر يعني هذاك البوست اللي كيلعب فيه هو يعني كتضحي بالكره ديالك باش تسجل الاهداف. هو كيسجل الاهداف وما مضحيش بالكره ديالو، كيبان دائما في واحد لو نيفو عالي على كاع يعني المهاجمين اللي كاينين في السعوديه، كيبان دائما هو فايتهم. باش فايتهم؟ فايتهم بالكره وبالتقنيه وبديك لا كورديناسيون اللي عنده، وهذوك لي بلاسمون ديالو سير لو بلون تكتيك كيعرف يتبلاصا وكيعرف يوقف. هذاك انا تمنيتو يكون كيلعب في لونجلتير ولا لواحد النيفو عالي اللي بصح يليق به. خصنا نشوفوا هو بعدا الراي ديالو واش كيقول في هذه المساله باش يمكن نشوفوا شكون اللي غادي يتدخل. انت ولا لا؟ لان دوك اللي كيلعبوا في المكانه ديالو راه بعادين عليهم، بعادين عليه قد السماء مع الارض في كرويين. هذوك اللي كيلعبوا اللي لعبوا في لا كوب دافريك راه بينهم في الكره راه قد السماء مع الارض. راه حنا كنقولوا راه حنا تقنيين، ماشي كيقولها اي واحد. وراه الحمد لله ما كنعرفو ما كيعرفني، راه يمكن ما عمرني سلمت عليه تسلم.